الأستاذ عماد طيبة خبير ومصفف الشعر، خلينا اليوم نحكي عن تصفيفات الشعر لموسم الصيف 2020. أهلا وسهلا فيكم. تصفيفات شعر 2020، هلا نحن ما في شيء اسمه بالموسم نفسه أو بالعام نفسه أنه في موديلات جديدة، لا نحن عم نجيب شيء قديم الخمسينات الستينات التسعينات وعم نجدده هون، يعني عم نجدده بنفس السنة اللي نحن فيه. مثل أي قصة بتشوفيها هلا هي موجودة بالقبل، بس نحن عم نرجع ممكن نحدث عليها شوي وممكن نضل مثل ما هي، مثل الريترو، مثل البوب، قصات البوب، قصات البوب المموج مثلا، مثل البيكسي القصير، البيكسي الطويل، البيكسي الكيرلي، هذا كلاته كان موجود من قبل يعني، بس نحن عم نجي نجدد فيه شوي أو نضيف عليه مثلا شي لون أو هيك، بس هاي هن الموجودين. بس السنة يعني أكتر شيء الشعر القصير، البيكسي القصير والبيكسي الطويل، هدول أكتر شيء فيك تقولي يعني بلفتوا النظر السنة، يعني هنن دارجين أكتر شيء، ما عاد حدا حب الشعر الطويل زيادة يعني. فهي أحدث شيء بظن للسنة هاي بالصيف هذا يعني كقصات يعني كتسريحات وهيك. أغلب الصبايا والسيدات دائما بحبوا يجددوا بلون الشعر بقصص كتيرة بيشوفوها إن كان على السوشيال ميديا أو على التلفزيون. خلينا نحكي برأي عماد طيبة، شو هي الألوان اليوم الدارجة بالصيف 2020 للشعر؟ كمان بنرجع نفس طبع القصات والتسريحات. هلأ كل شيء ألوان جديدة، هلأ ما في شيء جديد، هو في تكنيك ألوان يعني، هي الألوان الثابتة موجودة. أغلبية السيدات بيحبوا اللون الدافي، وخصوصا الأعمار من 35-36 وفوق، فبيحبوا الألوان الطبيعية الدافية يعني. الأعمار اللي أقل من هيك لا بيحبوا، يعني بيحبوا الألوان مدموجة ببعضها، لونين ثلاثة مع بعض، الرمادي مثلا أرضيته غامقة، الأحمر المدموج مع لونين أحمر تانيين مثلا. اي بس بشكل عام يعني السنة مثلا اكتر شيء العسلي الفاتح، العسلي الغامق شوي، الاشقر الرمادي مع ارضية غامقة، مثل ما عم قلك الارضيات الغامقة بتعطي مثل هيك بتحسي ثلاثية الابعاد يعني مشان يبين هيك الشعر. بس اغلبيته اي الالوان الفاتحة السنة الصيف كان موجودة اكتر شيء، الاشقر الرمادي، العسلي الفاتح. وطبعا في صبايا بتحب هيك شوي يكونوا جريئين يعني، بيحبوا الاحمر بيحطوا احمر، الموف، بنشوف في بينك كمان العالم عم تعمل يعني، بس الاعمار الصغيره يعني. عماد طيبة حضرتك مصفف شعر لعده مسلسلات، ان كانت تاريخيه ان كانت اجتماعيه وان كانت كوميديه اذا فينا نقول. هلا اكيد نحن رح تذكر لنا حضرتك بعض الاعمال اللي حضرتك كنت فيها مسؤول عن الفنانات. برايك اليوم كالفنانات قديش مهم الشيء التاريخي، في فرق بينه وبين الشيء الاجتماعي، وقت اللي انت بينطلب منك او المخرج بيطلب منك تسريحه معينه للشخصيه؟ هلا اكيد في فرق بين التاريخي والاجتماعي والكوميدي. هلا التاريخي في حقبه زمنيه انت مقيده تشتغلي مثل ما هي موجوده يعني حسب الزمان يعني اللي كان موجود فيه يعني، فاجباري بتقيدي بهذا الموضوع. طبعا اكيد صعب حيكون التاريخي لانه موديلات قديمه يمكن نحن ما انا متعلمينها يعني منيح او ما انا متعودين نشتغلها دائما. الاجتماعي المعاصر اكيد سهل لانه يعني مثل ما عم نشتغل السنه بنشتغل للزباين نفسه يعني، الزباين اللي بالصالون، زباين كذا، نفس الشيء كمان الممثلات، ان كان ويفي ان كان ليس ان كان تسريحات خفيفه، فهي لا اكيد اسهل من تاريخي او باي حقبه يعني. طالما حددتي حقبه زمنيه معناها بدك تشتغلي. خلينا نحكي عن شيء عمل عانيت انت على كل هالقصص هاي مشان تجيبي الموديل او الستايل نفسه تبع الحقبه الزمنيه هذه. اعطيني مثلا عمل حضرتك حسيت انه في هذا شويه صعوبه، اي عمل انت كنت مسؤول فيه ولقيت فيه شويه صعوبه؟ اي من 6 سنين اشتغلنا مع الاستاذ نجدة انزور مسلسل وحدهم، هذا كان أصعب شيء لأنه كان في من ضمن المسلسل حكاية، فكل حكاية كانت من حقبة زمنية معينة يعني، وصلنا لأنطوانيت، شو اسمه، ماري أنطوانيت مثلا، الشنيون العالي كتير والقصص هاي يعني، حتى الإكستنشن الكتيرة، الشعر كان صعب كتير لأنه كل حكاية في حقبة زمنية، فأنا دائما لازم دور شو في صور شو في تسريحات قديمة جيبها وأعملها. إيه هذا كان أصعب شيء.
في فنانات دائما نحن مثل ما بنعرف انه بينطلب شيء ومن المخرج بيطلب منهم شيء وهن لا بدنا العكس عملنا هيك ساوي هيك. يا ترى عماد طيبة عانى من هذا الموضوع مع الممثلات؟ هلا اكيد كلنا بنعاني يعني اكيد، بس يعني بالنهايه بنوصل لمكان بنتفق عليه، يعني ان كان بيني وبين الممثله او بيني وبين المخرج او بيني وبين اي حدا، يعني بنوصل لنقطه بنتفق عليها يعني. بس بالنهاية أكيد الممثلات لهم خبرة كتيرة فبيعرفوا يعني وقت في أوفر بأوفر، وقت ما في خلص بيتقيدوا بهالقصة هي حصريا يعني. فلا ما في أبدا. شو بنوجه نصيحة للسيدات بالعناية بشعرهم، خاصة نحن بظل الحجر وفيروس كورونا منتشر، كمان في إجراءات احترازية، كان يعني قديش هذا الشيء بده يأثر على شعر أي صبي أو أي سيدة؟ هلا اول شيء ما تتسلى بشعره بالحجر، يعني انه قاعدي وقاعدي تعالى نعمل كذا، لا بلا هلا هي، بالعكس فتره الحجر ريحي شعرك، يعني ما تصبغي ما تستشوري كثير، ما تعملي مثلا فير كثير، بالعكس هي لازم فرصه انه تريح شعره. ما تتسلى ابدا فيه لانه مو لعبه بالنهايه، يعني يعني اي غلط صغير ممكن تخسري شعرك يعني. فلا المفروض انه تعتني فيه يعني تريحه، زيوت ممكن مثلا حمامات كريم بالبيت، في مواد طبيعيه كثير بتقدر تعملهم بالبيت يعني هيك. في قصات معينه عم تنطلب منك حاليا؟ والله عم بقول لك اكثر شيء القصير، والله البيكسي القصير والبيكسي المجعد او المموج او هيك، وفي البوب القصه اللي كثير قصيره يعني، البوب ايه كتير عم تنطلب هلا حاليا، بس الاعمار اللي يعني مثل ما قلت لك من ال25 وتحت يعني هيك.